تخيل هي برضو مش مصدقة ان عماد اللي بلغ عنه. انت بتحاول تكلم مين؟ ده واحد معرفة قديمة عشان يشوف لنا مكان تاني يعني؟ لا رحيم، هو انت لسه زعلان مني؟ انا عمري ما زعل منك مهما عملتي. بس انت متغير يا رحيم، فيك حاجة؟ ابدا. احمد الديب جاب سيرة واحد النهاردة، معرفش وصله ازاي، بيقولي بيشتغل مع امينة. يمكن اكون فهمت غلط اهو، او تشابه اسماء. انا مش فاهمة حاجة. احنا كنا بنتكلم فيه قبل ما يطبوا علينا، تهريب وغسيل الاموال. احمد الديب جاب لي سيرة واحد اسمه عزت، انا معرفش غير عزت واحد بس، عزت منصور. كان موظف بنك كبير، هو اللي كان بيساعدني في تحويل الاموال ايام الثورة. وصلوا ازاي انا مش عارف. المشكلة بقى ان عزت ما بيردش عليا في التليفون. وانت محتفظ برقم لغاية دلوقتي؟ انا مش بسجل نمرة على الموبايل، انا بحفظها. مش يمكن غير رقمه؟ يمكن. رحيم، هو انت هربت الفلوس دي ازاي؟ ده حوار كبير قوي يا دالي. تسمع عن واحد اسمه جون خباز؟ لا. واو، جزعتي رائعة. انت بتعمل ايه يا خواجة؟ ده اثري مش لللبس. أنا مش أي حدا، بعدين هي نيكول من البقلة. تسلمي. شوفي. لا أبدا، بس حاسس بحركة غريبة في الجنينة. أنت هون على جون خباز، ما تقلق. سلامتك. الله يسلمك. اللي عملته معنا يا رحيم ما بينوصف، وجميلك رح يضل فوق راسنا. بس تعرفني منيح رح تعرف انه جون خباز ما بينسى الجميل، رح يرد لك يا اضعاف مضاعفه. لا ولا يا خوال، هي الناس دي كانت عايزه منك ايه بالظبط؟ هلا اذا انا سالتك منين جبت الضوء الاثري، جاوبه. غلبتني. شوف يا رحيم، أنا اللي غير لي حياتي وقلبها من فوق لتحت. الصدفة فيك تسميها ضربة حظ، بس أنا مؤمن إنه الحظ ما بيجي غير للي بيستحق. وأنت أنقذت حياتي يا رحيم، مشان هيك بدي إياك تشتغل معي. في حاجة؟ جون عايز حاجة؟ جون نايم. طب انت هنا بتعملي ايه؟ عايزة حاجة؟ أنا أول مرة أشوف رجل أعمال كده. فين شركاتك؟ فين الموظفين بتوعك؟ ده أنت حتى ما عندكش عربية. أنا أول مرة أشوف رجل أعمال بيمشي من غير بودي جارد.
230. نعم، يعني هذا الرقم تقريبا عدد دول العالم، وتقريبا عدد شركاتي. يعني ممكن هذا المكان اللي نحن قاعدين فيه يكون إلي وأنا ما بعرف. طب أنت محتاجني فين؟ رحيم، أنا حبيتك. الله يحفظك. أنت أنقذت حياتي، وأنا ما بحب كون مديون لحدا. إذا ما وافقت تشتغل معي ما رح تخسر، بس أكيد كمان لا يمكن تعرف قديش رح تربح. وأنا عايز أكسب، بس هشتغل معك إيه؟ تسمع كلامي. جون خباز ومراته مش بيقعدوا في بلد أكتر من شهر، ليهم شقق وقصور في كل بلد. وقبل ما نسيب البلد دي تكون الشقق والقصور دي اتباعت واتجاب بدلها في بلاد تانية شقق وقصور وبيوت. في الأول فهمني إنه رجل أعمال سويسري من أصل عربي، وقال لي إنه مش هينكر إن جزء كبير من شغله غير شرعي واستار لعمليات تهريب في كل حاجة. ما كنتش فاهم حاجة، كنت عامل زي مساعد لي وبودي جارد في نفس الوقت. الغريب بقى إن في المصاريف الرهيبة اللي بتتصرف قدامي دي مش شايف أي تجارة بتحصل. بيفتح شركات وبيقفلها في نفس الشهر، يزور بنوك ويفتح أرصدة ويقفلها قبل ما نخرج من باب البنك. طب فين البضاعة اللي بيتاجر فيها؟ مفيش. أول حاجة جت في دماغي إنه بيتاجر في السلاح، لكن اللي فهمته بعد كده إنه بيتاجر في الفلوس. شوف يا رحيم، أكتر تجارة بتربح بالعالم هي غسيل الأموال. حتى إذا بتخسر بيضل معك مصاري، بس هي الشغلة أهم شي فيها إنك تكسب ثقة اللي حواليك، يكون عندك صداقات. أنا كل اللي بيشتغلوا معي، كل زبايني، كل عملائي، أصدقائي بيستأمنوني على أموالهم، وأنا بحول لهم المصاري اللي بدهم يغسلوها لمصاري شرعية وقانونية. شوف، ما في بلد في العالم إلا فيها مسؤول فاسد، وأنت مهمتك تصادقه، لأنه هو رح يخدمك وأنت رح تخدمه. أنا بحول المصاري من بنك لبنك وبشتري فيه شركات وببيعها، وأبداً ما بخسر، دائماً بربح. مشان هيك الكل بيرحب، لأنه الكل شركة والكل بيقبض من المصاري اللي بتتحول. إذا فرضنا إنه بدك تحول 100 مليون دولار، لازم تفهم إنه اللي رح يبقى منهم 50 مليون دولار بس، والخمسين التانية رح تتوزع على الكل. طب ولو الفلوس اتكشفت؟ شو يعني؟ ما خلص صارت شرعية وقانونية، ما حدا بيقدر ياخذهم منك إلا بإرادتك. هذا إذا انكشفوا أساسا، وهذا سر اللعبة. من أول لحظة تقابلنا وأنت عم تحاول تبعد عني، فين أعرف ليش؟ علشان أنت مرات جون، الراجل اللي مشغلني. بس أنا بحبك. طب وجون؟ كمان بحب. نيكول، مش هينفع. انت عارف شو عم ترفض؟ فرصة رجال اهم منك بكتير بيتمنوا ربعها. للأسف انا مش منهم. انا مش هسافر معاك تاني، عايز افضل هنا في مصر الا لو احتجتني. انا عمري ما احتاجتك يا رحيم، وقلت لك هذا الحكي اكثر من مره. كل ما في الامر اني حبيتك. انا محتاج استقر في مصر، اهلي محتاجيني. براحتك. هلا صار فيك
تحول مصاريك اللي عملتهم برا لهم؟ فضلي يرجع لك، مش انت اللي علمتني؟ انت يا رحيم تعلمت مني اشياء كتير، وهذا التعليم له ثمن. بدي اياك تكون جاهز لرد الثمن بس اطلبه منك. وانا تحت امرك. رحيم انت ليه رفضت نيكول؟ شو اللي منعك تتجاوب معه يعني؟ علشان هي مراتك. احيي شهامتك ورجولتك، انت رجل فعلا. بس بدي انصحك نصيحة، بعيدا عن قصة نيكول، نصيحة بشكل عام، بس تجي الفرصة لعندك لا تفرط فيها. طب انت ليه ما حكيتليش حكاية سفرك دي قبل كده؟ انت ما كنتيش تعرفي الجزء ده من حياتي. كنتش شايفاني رجل اعمال وبس. بس احنا كنا هنتجوز، وانت كنت هتتجوزني وانا مش عارفة عنك كل ده. ما انا كنت اكيد هقولك في يوم من الايام، يعني زي دلوقتي لما جت مناسبة قلتلك. ايه التمن اللي طلبوا منك الراجل ده؟ ما هو راجل زي ده اكيد ما سبكش في حالك. كان هو السبب في القبض عليا. هو اللي بلغ عنك؟ جون خباس كان بيغسل فلوس لناس في مصر طول السنين اللي فاتت. لما قامت الثورة الكل اترعب، كله كان عايز يغرف فلوسه بره مصر، وهو ما كانش يقدر يعمل ده لوحده، علشان كده طلب منهم يدوروا عليا علشان اساعده من هنا. يعني هو اللي كان بيحاول الفلوس ساعتها؟ هو اللي انتي قلتيه ده شكله ساذج شوية، لأنها ما كانتش فلوس واحد بس، كانت فلوس ناس كتير، كان من ضمنهم مسؤولين كبار في البلد، كل واحد غسل وحاول فلوسه بطريقته. جون بقى كان واحد من المعلمين الكبار في حكاية الغسيل دي، هما اتعاملوا معاه وأنا كنت بشتغل معاه من هنا. وانت وافقت؟ بيزنس لو متعيش وجايلي لحد عندي أو لأ. وبعدين أنا كنت شايف إن أنا بخدم البلد. بتخدم البلد؟ بتخدم البلد إزاي؟ أنت بتهرب الفلوس؟ داليا، الكلام ده كان من 8 سنين، يعني أكيد إحنا دلوقتي شايفينه بشكل تاني. أنا كنت بتعامل مع أكبر ناس في البلد، والناس دي طلبت مني خدمة ليهم، كنت عايزين أقول لأ. دول كانوا هم البلد يا دالي، هم البلد، فهماني؟ طيب أنت ليه ما فكرتش إن جون خباز ده هو اللي خد 700 مليون اللي بيطردوك علشانه؟ ده جون ما يعملش كده، ده بيتعامل في مبالغ أكبر من كده بكتير، أنا شفت ده بعناية. الو الو عزت، انا رحيم السيوفي. عزت رحيم بيه، انت خرجت امتى؟ انت فين؟ انا لازم اشوفك. تشوفني ليه؟ انت في حد كلمك من رقم مجهول؟ هما طلبوك انت كمان؟ طلبوا منك تراجع 700 مليون؟ ايوه، كلموني وبيهددوني بالقتل. انا خايف. اه رحيم بيه. عزت انت فين؟ قول لي مكانك وانا هجي لك. مش هينفع اقول لك انا فين، بس ممكن نتقابل بره، هكلمك تاني واقول لك امتى وفين. سلام. هو قال لك ايه؟ طلبوا منه يرجع 700 مليون وما فهمتش منه حاجه، لحد ما قابله
انا لازم انقلك من المكان ده في اسرع وقت.